من دورة إدارة مشاريع. اليوم نحن في تمرين تحليل حل المشكلات، وهذا التمرين مهم جدا لتحليل. نحن الآن مرحلة تحديد الأسباب التي أدت لوجود المشروع، تحليل المشكلة التي أدت لوجود المشروع. نحن اليوم مرحلة التأسيس، مرحلة هامة من حياة دورة حياة المشروع. الشباب الآن في ورشة عمل لتحليل الأسباب بطريقة استراتيجية عظم السمك.